بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو يا شباب راح نتكلم عن الاكسبشن بلغة السي شارب. الآن يا شباب ايش الاكسبشن؟ اكسبشن يا شباب هي عبارة عن نوتيفيكيشن ميكانيزم، يعني هي عبارة عن ميكانيزم للاخطار بوجود ايرور. اوكي، وبالتالي يا شباب لما يصير عندنا ايرور معين او يتحقق شرط هذا الايرور، طوالي يا شباب راح الآن ينشئ عندنا ايش؟ اكسبشن مباشرة. فمثلا لو يصير عندنا اكسبشن بفانكشن معين، مثلا فانكشن الديفايد على سبيل المثال، مثلا هنا قسمنا على صفر، طوالي يا شباب الان راح يصير عندنا هنا مشكله اللي هي مشكله القسمه على صفر. الان طوالي شو بصير عندنا؟ طوالي راح يصير عندنا اكسبشن، وبالتالي راح ينشئ اكسبشن، وهذا الاكسبشن راح يوضح لي انه احنا فعليا قسمنا على صفر وبالتالي صار عندي مشكله معينه. اوكي، وهي القسمه على صفر. فمباشره راح يبلش البرنامج اوكي يبحث عن حل لهذا الاكسبشن، فراح يروح يدور لي على الايرور هاندلر، فراح يروح يدور عليه. طبعا وين راح يدور عليه؟ بالبدايه راح يدور عليه داخل الفانكشن. اذا ما لقى الهاندلر راح يدور عليه باللي استدعى الفانكشن. اذا ما لقى باللي استدعى الفانكشن راح باللي قبليه وباللي قبليه الى اخره، وبالتالي راح يصير يدور على الهاندلر اوكي بالفانكشنز اللي استدعت ايش؟ هذا الفانكشن. اوكي، لحديت ما يصل للايرور هاندلر. اذا لقى الايرور هاندلر بيروح بنفذ الكود تاعه اوكي، وبالتالي راح يكمل تنفيذ. طيب اذا ما لقى الكود تاع الايرور هاندلر، شو طوالي راح يصير؟ راح يوقف البرنامج، راح يصير له كراش، راح يوقف البرنامج اوكي عند هاي النقطه، وراح يطبع لي على الشاشه اللي هي اسم هذا الايرور واي سطر سبب هذا الايرور. اوكي، وبالتالي شباب هذا هو نمط تنفيذ البرنامج اذا صار عندنا ايش؟ اكسبشن، او اذا صار عندنا ايرور معين. اوكي شباب، الان عندنا بالسي شارب في عندنا بري ديفايند اكسبشن، يعني اكسبشن معرفات مسبقا، وبالتالي دوت نت فريم ورك فعليا ديفاين ماني اكسبشن تايبس، يعني بيعرف لي عدد من الاكسبشن تايبس. اوكي، طبعا معرفات، من ننتبه ان كيف معرفات وموجودات، موجودات يا شباب او معمولهن implemented as library classes، يعني موجودات كlibrary classes. اوكي، فمثلا في عندي كلاس اسمها arithmetic exception، هاي خاصه بالاكسبشنز تاعت ايش؟ الارثمتيك. في عندي مثلا كلاس اسمها find not found exceptions exception، هاي خاصه يا شباب او هذا فعليا خاصه لما يصير عندنا ايرور من نوع find not found. مثلا في عندي null reference exception، هذا الكلاس متخصصه بالاكسبشن اوكي، اللي لما يصير يكون عندنا ايش؟ null reference اوكي. وفي عندي كمان اندكس اوت اوف رينج وانفاليد كاست اكسبشن واوت اوف ميموري اكسبشنز، وفي عندنا اذا العديد من اللايبراري كلاسز اوكي اللي موجوده عندنا وبتعالج اكسبشنز معرفه مسبقا. طبعا يا شباب بدنا ننتبه الى انه الاسماء هذول الكلاسز كلهن بينتهي بايش؟ بكلمه اكسبشن، حتى نقدر نميزها ونعرف انه هاي الكلاسز خاصه بالاكسبشنز. اوكي شباب، الان بخصوص الاكسبشن فعليا منظمه يا شباب انتو inheritance hierarchy. اوكي، بحيث انه كل الاكسبشن derived from the exception class، يعني في عندنا exception class، هاي هي البيسك كلاس لكل كلاس من نوع exception. اوكي، الان السيستم اكسبشنز كلهن مورثات من كلاس اسمها system exception، طبعا وهاي البيس تاعتها من الاكسبشن. اوكي، فكل كل الاكسبشنز البري ديفايند اكسبشنز كلهن ايش؟ البيسك كلاس تاعتن ايش؟ السيستم اكسبشن. اوكي، في عندنا الكلاسز اللي او الاكسبشنز اللي احنا بنعملها لليوزر ديفايند اكسبشنز. اوكي، اي يوزر ديفايند اكسبشنز لازم اعمل البيسك كلاس تاعتها اللي هو الابلكيشن اكسبشن. وبالتالي اذا انا مثلا بدي اعمل اكسبشن خاص فيه وخاص لايرور معين، اوكي، ممكن انا لما يصير هذا الايرور اعمل اكسبشن مشان يخبرنا انه صار هذا الايرور. اوكي، بهاي الحاله يا شباب راح نعمل ايش؟ احنا راح نعمل هذا اليوزر اكسبشن، وبس لازم تكون البيس كلاس تاعته اللي هو الابلكيشن اكسبشن، واحنا بنعرف اكيد الابلكيشن اكسبشن هاي الكلاس البيس تاعته هي كلاس اسمها اكسبشن.
اوكي يا شباب، الان السؤال تاعنا كيف بنعمل جنريت للاكسبشن، يعني اذا بدنا نعمل اكسبشن جنريشن. الان يا شباب الاكسبشن جنريتد باستخدام الكيورد ثرو. الان بمجرد ما حكيتوا له ثرو وتبعتوها باوبجكت من نوع اكسبشن معين، مباشره يا شباب راح يصير عندنا الان ايش اكسبشن. طيب وبالتالي كيف هاي بتتم العملية؟ طلعوا مثلا هنا، شوفوا بالله الآن واحد عمل function اسمه divide بيستقبل لي integer n وinteger d اللي هو البسط والمقام، تمام. الآن لا شو بعمل هنا؟ بفحص ال d، إذا d equal 0 أوكي، إحنا بدنا نقسم الشباب n على d، وبالتالي إذا d equal 0 شو بدي يعمل لي؟ بدي يعمل لي exception. فشو باجي بحكي له؟ throw new وبنشئ له اوبجكت من نوع ديفايد باي زيرو اكسبشن، طبعا لازم اكون عاملها يوزنج، وبعطيه المسج اللي بدها تظهر لنا، لانه كل اوبجكت من نوع اكسبشن اوكي بيستقبل لي مسج از سترينج بالباراميتر تبع مين؟ تبع الكونستركتر تاع هذا الاوبجكت، وبالتالي شو بقول له؟ ثرو نيو ديفايد باي زيرو اكسبشن ديفايد باي زيرو. الان اذا الدي ايكوال صفر، الان مباشره شو راح ينفذ لي ثرو؟ الثرو شو هاي بتعمل؟ مباشره راح تنشئ لي اوبجكت من نوع ديفايد باي زيرو اكسبشن، والمسج تبعيته ديفايد باي زيرو. اوكي، فبالتالي هذا هو الاوبجكت اللي راح ايش؟ اللي راح ينتج لما يصير هذا الاكسبشن. طيب شو الان بصير يا شباب؟ مباشره راح يروح يدور على الهاندلر اللي بيعالج هذا الاكسبشن. هل هون موجود هاندلر؟ طبعا لا، رح نحكي عن كيف نكتب الهاندلر طبعا. فوين رح يروح يدور عليه؟ باللي عالجه، باللي استدعى عفوا الديفايد، باللي استدعى الديفايد، فبروح بدور عليه. اذا لقى الهاندلر بنفذه، ما لقى بروح على اللي استدعى الديفايد. طيب افرضوا ما افرضوا لقى الهاندلر، بروح بنفذه بكمل تنفيذ. طب اذا ما لقى شو طوالي بيعمل يا شباب؟ طوالي مباشرة يا شباب طوالي بيروح بيوقف البرنامج عند هاي النقطة، وبعطيني exception اوكي، وبعطيني exception وبحكي لي انه السطر المعين هذا اعطاني هذا الاكسبشن، وبوقف البرنامج تاعي اوكي عند هاي النقطة، ما بيكمل بالمرة. طيب لما ننتبه لنقطة الاكسبشن يا شباب اللي بصير بيكتشف مش السنتكس ايرور، اللي هو ممكن نحكي عنه الران تايم ايرور وليس السنتكس ايرور. السنتكس ايرور هذا اصلا البرنامج تاعك ما بتنفذ لو في سنتكس ايرور بسيط، اما هاي الاخطاء بتصير اثناء الران تايم ايش؟ ايرور اثناء الران تايم. طيب اذا دي لا يساوي صفر راح يجي لهون ريتيرن ان على دي، فبالتالي راح يقسم ان على دي ويرجع ايش؟ ويرجع الناتج. بس احنا زي ما بنعرف اذا كانت الدي صفر معناها القسمه راح تكون فيها مشكله، وبالتالي لهيك كنا احنا عملنا اكسبشن. اوكي اوكي يا شباب، لكن احيانا يا شباب الاكسبشن بصير لحاله اوكي، يعني مش احنا بنقول له ثرو. طبعا لما انت تقول له ثرو مباشره بصير اكسبشن، حتى لو ما في يعني مجرد قلت له ثرو طوالي بصير اكسبشن. اما بعض الحالات يا شباب بصير اكسبشن تلقائي. كيف يعني؟ شوفوا انتجر داتا، واحد عمل لي اري تمام، اجى حكى لي وطبعا عرفها ودخل فيها قيم، اجى حكى لي داتا اوف اندكس ايكوال 17. الان هاي ال 17 يا شباب وين راح تتخزن؟ بالداتا اوف اندكس. الان السؤال تاعي لو كان هذا الاندكس خارج نطاق الاري تبعيتنا شو راح يصير؟ مباشره يا شباب هون راح يصير اكسبشن، فطوالي راح ينشئ اوبجكت اوكي من نوع اندكس اوت اوف رينج اكسبشنز، هذا اللي بري ديفايند معرف مسبقا، مباشره راح ينشئ الاوبجكت وراح يبلش يدور على الهاندلر تاع هذا الاكسبشن. فاذا لقى الهاندلر بنفذه، ما لقى لا بالمكان اللي صار فيه الايرور ولا باللي استدعى الفانكشن اللي صار فيه الايرور او الميثود اللي صار فيه الايرور، فطوالي شو راح يعمل؟ راح يوقف برنامجنا عند هذا السطر، وراح يقول لي انه هذا السطر اعطاني اكسبشن اوكي، او اعطاني ران تايم اكسبشن اللي اسمه اندكس اوت اوف رينج، راح يوقف البرنامج عند هاي النقطه. طيب فبتلاحظوا يا شباب مره ثانيه هاي الجمله كسنتكس ما فيها مشكله، قواعديا صح، وبالتالي الكومبايلر ما بيعطي عليها ايرور. لكن اثناء الران تايم افرضوا دخلنا الاندكس خارج نطاق الاري، بهاي الحاله راح تصير الجمله هاي تعطيني اكسبشن. تمام الان طلعوا على الجمله هاي، فايل ستريم اف ايكوال نيو فايل ستريم ماي فايل دوت دات فايل مود اوبن، ممتاز. ها
هاي كسنتكس ما فيها اي مشكله ولا فيها اي مشكله. يعني السي شارب بروجرام او الكومبايلر لما يطلع عليها بيلاقيها صحيحه 100% ولا فيها اي مشكله. لكن اثناء الرن افرض وصلناها، بدنا نعمل فايل ستريم اوكي، ومن نروح الان نعمل اوبن للملف اللي اسمه ماي فايل دوت دات. طيب راح السي شارب يدور على هذا الملف ما لقاه، يعني مش موجود بالكرنت اوبجكت بالكرنت بروجكت تاعنا اوكي. فطوالي شو راح يصير؟ مباشره راح يصير اكسبشن عندنا عند هاي النقطه، وراح يقول لي هذا الاكسبشن اسمه فايل نوت فاوند. طبعا كيف هذا الاكسبشن بصير؟ راح ينشئ اوبجكت من نوع فايل نوت فاوند اكسبشن، وهذا من الاكسبشنز اللي معرفه مسبقا. ممتاز، يعني موجوده، وبالتالي راح يصير هذا الاكسبشن. وهذا الاكسبشن الان راح نروح يبلش يدور على الهاندلر، فاذا لقى بنفذه وبيكمل تنفيذ من عند النقطه اللي وصل لها اوكي. اذا ما لقى شو بطوالي بيجي بعمل؟ راح يوقف برنامج عن العمل ويعطيني ايش؟ انه هذا السطر اعطاني اكسبشن، فطوالي راح يوقف برنامجنا عند هاي النقطه. اوكي الان خلينا نشوف مثال على هذا الموضوع ونشوف كيف بصير عند الاكسبشن، وكيف فعليا برنامجنا عند لما يصير اكسبشن شو بصير بالضبط. انتبهوا عليه بالله. الان لو عرفت array اللي هو integer سميته data equal new integer of 3، عرفت array مكون من ثلاث عناصر ماشي، فبدي ادخل قيمه معينه، فبدي مثلا خلينا نعمل جمله طباعه system.console.WriteLine. بدي اقول له هالو، او مثلا بدي اقول له ايه. تمام، الان بعد هيك شو بدي اقول له؟ بدي اقول له داتا اوكي، بدي ادخل الان، بدي ادخل رقم بندخله احنا من الكيبورد ماشي، بدي ادخل رقم 5 على اندكس احنا من ندخله من الكيبورد ماشي. مثلا بدي ادخل 5 على اندكس بهاي الاري، فبدي اعرف اللي هو انتجر اندكس ايكوال سيستم دوت كونفرت دوت كونفرت ماشي دوت تو انتجر 32 ماشي، وبعدين بقول له system.console.readline console.readline. تمام، هسه شو راح تعمل؟ system.console.readline راح تقرا الرقم كسترينج، بعدين بتحوله لانتجر 32، وبعدين بتخزنه وين؟ بالانتجر اندكس. انا شو بعدين بدي احكي له؟ بدي اقول له كالتالي اللي هو data of index data of index equal مثلا رقم 5. تمام اوكي، الان شو بدي احكي له؟ اطبع له اي جمله طبعا دوت كونسول دوت رايت لاين حرف البي. طلعوا شباب الان اذا عملت رن لهذا البرنامج شو بده يصير عندنا؟ اوكي هاي اوكي، هذا البرنامج تاعي. اذا تنفذ المين، عمل لي اري مكون من ثلاث عناصر، طبعا هاي راح اعرف لي اري مكون من ثلاث عناصر. العنصر الاول هو عباره عن داتا اوف 0، الثاني الاندكس تاعه 1 فداتا اوف 1، والثالث الاندكس تاعه 2، فبالتالي اخر اليمنت اللي هو داتا اوف 2. تمام، الان بعد هيك كونسول دوت رايت لاين اي، هي طبعا لحرف الاي، الان بيستنى مني بالريد لاين انه ادخل قيمه، فانا شو بدي ادخل له مثلا؟ بدي ادخل له 1. ممتاز، فالواحد راح يتحول لانتجر وراح يتخزن وين؟ بالاندكس، فالاندكس راح يصير الان 1. الان داتا اوف 1 ايكوال 5، معناها الخمسة راح يخزن لي اياه بالاري داتا اوف 1. فعليا انا الاري داتا فيها داتا اوف 0 وداتا اوف 1 وداتا اوف 2. ممتاز، معناها راح يخزن لي الخمسة بالداتا اوف ايش؟ اوف 1، وبالتالي ما في اي مشكلة. بعدين سيستم دوت كونسول دوت رايت لاين بي، وبالتالي راح يطبع لي بي، وبالتالي برنامجي وراح يخلص المين، وبالتالي برنامجي راح يخلص بشكل طبيعي. تمام، الآن ما دام الاندكس تاعي 0 أو 1 أو 2 ما في أي خلاف، الآن لو عملت رن مرة ثانية، الآن راح يبدأ البرنامج من فوق يعرف لي أري من ثلاث عناصر، أول عنصر داتا أوف 0، بعدين داتا أوف 1، بعدين داتا أوف 2،
رايت لاين ايه بيطبع لي ايه، بعدينك بتطلب مني ادخل قيمه. افرض دخلت الان ايش 3، اوكي افرض الان دخلنا 3، يعني لما ندخل 3 ونحكي له انتر شوفوا شو راح يعطينا. كلوز ذا بروجرام اند هاند هيلد اكسبشن، وخلص البرنامج. تعرفوا شو صار؟ تابعوا عليه شباب. الان لما دخلنا 3 اجى هون داتا اوف 3 ايكوال 5، فراح يخزن لي 5 بالداتا اوف 3. ما في داتا اوف 3، في داتا اوف 0، داتا اوف 1، وداتا اوف 2، وبالتالي الاندكس تاعي تجاوزنا، بالتالي مباشره راح يصير عندنا بهاي الحاله اكسبشن عند هاي الجمله. طيب الان راح ينشئ اوبجكت من نوع ايش؟ اندكس اوت اوف رينج اكسبشن، هذا راح ينشئ. تمام؟ طيب الان راح يروح يدور على الهاندلر. الان راح يدور على الهاندلر، الان احنا بالمين وما في هاندلر. طبعا راح نشوف كيف نكتب الهاندلر، اوكي. فما في هاندلر، فمباشره بما انه ما في هاندلر معناها راح يوقف برنامج عند النقطه هاي ويطبع لي المسج تاعت مين؟ تاعت هذا الايرور. فراح يطبع لي يا شباب اللي هو هاي المسج ان هاندلد اكسبشن سيستم دوت، اسمه هذا الاكسبشن سيستم دوت اندكس اوت اوف رينج اكسبشن. وهنا هاي المسج تاعته اللي هي اندكس اوت اوف اندكس اوت اوف سايد باوند اوف اري، يعني بده يقول لي الاندكس انه ايش؟ خارج ايش؟ نطاق الاندسيز تاعت مين؟ هاي الاري تبعيتنا. اوكي؟ وبعطيني حتى رقم السطر واسم البروجكت، اوكي؟ وحتى اسم الملف تاعي وين موجود بالضبط، وهي حتى رقم السطر اللي هو سطر رقم قديش؟ سطر رقم 14 يا شباب، هي هون موجود تحت بيكون، وبالتالي بعطيني هذا الايرور. طبعا وبعدين وين راح يروح؟ طبعا راح يوقف، وبالتالي راح يوقف برنامج ويكتب لي بريس كي تو كونتينيو. اذا لاحظوا ما وقف، ما كمل يا شباب، مجرد هنا ما وقف عندها واعطتني الايرور وما في هاندلر يعالجها، مباشره شو عمل؟ وقف واعطاني هذا الايرور. طيب وين بعدينك راح يروح؟ راح يوقف البرنامج ويكتب لي بريس اني تو كونتينيو، وبالتالي بتلاحظوا انه ما كمل وطبع لي البي. اوكي، وبالتالي هاي شباب طريقه تنفيذ لما يصير عندنا طريقه التنفيذ لما يصير عندنا اكسبشن، وهذا ان هاندلد اكسبشن، يعني اكسبشن مش مكتوب له هاندلر، وبالتالي ايش يعني غير معالج او غير مكتوب له هاندلر، وبالتالي راح يعطيني هذا الايرور باي سطر صار، وراح يوقف برنامجي عن العمل. اوكي اوكي شباب، الان السؤال تاعي اذا صار اكسبشن بديش البرنامج يوقف ويصير له كراش؟ لا، بدي اذا صار اكسبشن يعالج هذا الاكسبشن، او على الاقليه تطلع ايرور مسج، وبعدينك برنامج يضل مكمل. مش معقول اذا صار اكسبشن خلص البرنامج يوقف وينهار. لا، بدنا اذا صار اكسبشن يعطيني ايرور مسج او يعطيني نوتيفيكيشن او اي شيء، وبعدينك يضل البرنامج مكمل عن ايش؟ مكمل يعني وبدون اي مشاكل، بدون ما يصير له كراش. فبالتالي بهاي الحاله يا شباب حتى نضمن هذا الشيء لابد اننا نكتب ما يسمى بالايش؟ بي، او لابد من انه نعمل هاندل للاكسبشن، او نكتب شيء اسمه اللي هو الهاندلر او الاكسبشن هاندلر. طيب كيفايه بنعملها؟ اكيد يا شباب حتى نقدر نكتب الاكسبشن هاندلر لازم نعمل تراي كاتش بلوك، او لازم نستخدم ايش؟ التراي كاتش بلوك. الان بالتراي كاتش بلوك راح يكون عندنا جزء تراي وجزء الكاتش. الان الريجولر كود، الكود الطبيعي تبعنا بنكتبه وين يا شباب؟ بالتراي. والهاندلر كود وين بنكتبه؟ بجزء الكاتش. اوكي، وبالتالي لما يفوت الكود، لما يلاقي لما نفوت ننفذ كود، ننفذ كود ونلاقي تراي كاتش بلوك، راح انه نفوت ننفذ التراي، ننفذ الكود. اذا الكود ولا في اي مشاكل ولا في اي ايرور راح يمشي الكود ويخلص، بس يخلص جزء التراي راح يقفز عن الكاتش ويكمل تنفيذ. اوكي، اما اذا لقى اكسبشن معين داخل التراي، يعني كيف يجينا ننفذ الفانكشن بروسيس، فتنا ننفذه لقينا تراي بلوك، تراي كاتش بلوك، فبنفوت على التراي تاعتنا بنلاقي جمل بننفذها. الان افرض الجمله تاعتي اعطتني اكسبشن، فمباشره لما جمله تعطيني اكسبشن مباشره بنشئ اوبجكت من نوع هذا الاكسبشن، ومباشره بروح يدور على الهاندلر. وين بدور على الهاندلر؟ بالكاتشز، بالكاتش. فالان في تراي كاتش، نعم، فالان بروح يدور على الهاندلر بالكاتش. الان بصير الان يقارن هل الايرور اللي صار هو
يتطابق مع الكاتش هاي، مع الباراميتر تاع الكاتش؟ الجواب نعم. إذا نعم، شو بيجي بيعمل؟ بمرر الاوبجكت اللي انشئ، بمرره على الباراميتر تاع الكاتش. طيب بعدينك شو بيجي بيعمل؟ بنفذ الكاتش، اوكي، بنفذ كودها بغض النظر شو فيه، وبس يخلصه شو بيجي بيعمل؟ وين بروح؟ بوقف برنامجي؟ لا، بكمل تنفيذ يا شباب. يعني وين ما برجع طبعا، ما في رجوع، لا، بكمل تنفيذ. فمثلا هون كمل تنفيذ، لقى نهاية الفانكشن، فشو بيرجع على المكان اللي استدعي فيه. وبالتالي لاحظوا لما يصير عندنا ايرور زي ما انتم شايفين، طوالي ايش؟ ولا بصير اي مشكلة. وبالتالي بهاي الحالة راح يصير يعطيني اخطار انه صار بايرور، بس البرنامج تاعي راح يظل مكمل تنفيذ بدون اي مشاكل. اوكي، وبالتالي شباب هاي هيك طريقة التنفيذ لما يكون في عندي هاندلر او اكسبشن هاندلر، اللي هو بيعالج، او هاندلر بيعالج هذا الايرور. اوكي، الان يا شباب خلينا نشوف مثالنا اللي كتبناه، اوكي، وكيف ممكن لهذا نكتب لهذا الكود اللي هو عبارة عن ايش؟ هاندلر. تمام، لاحظوا انا لما عملت ران وصار عندي اكسبشن، برنامجي خلص عند هاي البوينت لما صار اكسبشن بيها طوالي وقف وصار له كراش، مش راح يكمل بالمرة. طيب الان احنا لا، بدنا يكمل برنامجنا، فشو بنيجي بنعمل؟ هاندلر. الان نكتب تراي كاتش بلوك، هيك بيعالج لي فعليا يا شباب ايش؟ لما يصير اكسبشن. طبعا قديش بقدر اكتب تراي وكاتش بلوك؟ قد ما بدي. اوكي، فالان بكتب تراي، اوكي، وكاتش. طبعا الكاتش له ايش؟ له باراميتر، لان الريجلر كود تاعي شو بعمل؟ بحط جوات التراي. اوكي، اوكي، ان الان الكاتش انا بدي اعمل ايش يا شباب؟ برنامجي انا ضامن مثلا 100%، او على سبيل المثال انه ممكن يعطيني اكسبشن واحد اللي هو اندكس اوت اوف رينج. فالان شو باجي بعرف؟ اوبجكت من نوع اندكس اوت اوف رينج اكسبشن. تمام، اندكس اوت اوف رينج اكسبشن، وبعطيه اسم ممكن اسميه اي. طيب جواته ممكن اطبع هذا الاي كونسول دوت رايت لاين، طبعا ممكن اطبعه اي دفعه واحده، وبالتالي راح يطبع لي كل هذا الايرور، بعطيني اي سطر وكل شيء. اوكي، او ممكن اقول له في جوات الاوبجكت ممكن في بعض الانفورميشن، مثلا في مسج هي عباره عن بروبرتي، شو بتعمل؟ بترجع لي اللي هي جيت مسج ذات ديسكرايب الكرنت اكسبشن، هاي المسج في سورس، في ستاك تريس الى اخره. انا مثلا ممكن اطبع الاي دفعه واحده، او ممكن اطبع المسج. طبعا لما يطبع لي المسج راح يكتب لي اندكس اوت اوف رينج فقط، وبالتالي انا بدي اذا صار ايرور يا شباب يطبع لي هاي المسج فقط. تمام، يعني بدي اذا صار ايرور يطبع المسج، يعني ما يعالج. اوكي، احنا مش كل ايرور بالدنيا او اكسبشن بصير لازم نعالجه، لا، ممكن خلاص نخبر انه صار هذا الايرور. طيب بدي اكتب جمله طباعه والله خارجيه كمان خارج البلوك. طبعا هذا البلوك تقدر تكتبه خارجه اللي بدك اياه، ممكن هذا البلوك ترى الشباب يكون داخل فور لوب عادي، اوكي، زي اف ستيتمنت كانه هيك، يعني كونسول دوت رايت لاين، يعني بتكتبه قبلي وفوقي وتحتي اللي بدك اياه وجواته حتى. دوت رايت لاين مثلا حرف السي، طلعوا لي يا شباب لما اعمل رن شو بده يصير؟ تمام، الان نعمل رن. اوكي، الان راح يبلش برنامجي يتنفذ من المين، راح يجي هون اول ما فات المين بنفذ الجمل اللي بالمين، او اوكي بعدينك راح يكمل، راح يلاقي تراي، ممتاز، راح ينفذ هذا الجزء التراي. فبيجي بيعرف اري مكون من 3 عناصر، داتا اوف 0 اوف 1 اوف 2 كونسول ديترايت لاين اي، بعدينك ريد لاين، فاجيت انا قلت له 1، ممتاز. مجرد ما قلت له 1 سترينج راح يتحول لانتجر، راح يتخزن بالاندكس. الان داتا اوف 1 ايكوال 5، راح يخزن لي 5 بداتا اوف 1، ما في اي مشكله. بعدينك سيستم كونسول بي، بطبع بي. طب بعدينك وين بروح؟ بريت للتراي كاتش بلوك، ممتاز، راح يطلع بريت للتراي كاتش، راح يوصل هون سيستم دوت كونسول دوت رايت لاين سي، فبالتالي بطبع سي. يعني بحاله انه ما صار ايرور بالمره، اوكي، راح الامور تمشي طبيعي، وبعدينك راح يخلص المين وانتهى، وبالتالي هاي انتر، فطبع لي بي وسي. اذا عمل هاي، طب اعمل بعدينك طبع البي، بعدينك طلع وطبع لي السي، يعني ما في اي مشكله. تمام، الان يا شباب
خلينا نعمل رن ثاني. تمام اوكي، الان نروح على ستارت وذاوت ديباجينج. اوكي لاحظوا مره ثانيه يا شباب البرنامج راح يتنفذ من المين. الان اول ما ينفذ المين راح ينفذ الجمل بالمين. اوكي فاول ما يفوت راح يلاقي تراي كاتش بلوك، فراح يفوت على التراي. الان فاتونا جوات بلوك للتراي، فانتجر داتا ايكوال نيو انتجر اوف 3 راح تعرف لي اري مكون يا شباب من ثلاث عناصر. اول عنصر داتا اوف 0، داتا اوف 1، داتا اوف 2، محتوياته كلها اصفار. الان system.console.write_line_a فشو راح يطبع لي؟ راح يطبع لي ايه. الان بعدين هنا راح يعمل ريد لاين، فراح يستنى مني الان ادخل قيمه، فانا بدي ادخل له مثلا 3. اوكي الان بدي احط له انتر، مباشره لما احط له انتر الثلاثه راح تتحول من الريد لاين للسترنج لانتجر تتخزن بالاندكس. راح يجي هنا داتا اوف 3 ايكوال 5. الان لاحظوا الان الاندكس خارج النطاق الاندكس الاندسيز المسموحه اللي هن من 0 ل 2، وبالتالي كان احنا بنخزن الخمسه خارج الاري تبعيتنا، وبالتالي مباشره راح تعمل لي هذا اكسبشن. فمباشره راح ينشئ اكسبشن وراح ينشئ اوبجكت من نوع اندكس اوت اوف رينج. طيب بعد هيك يا شباب وين راح يروح؟ راح يروح يدور على الكاتش المناسبه. فالان بما انه هو جويت لتراي فالان راح يروح يدور على الكاتش المناسبه. اوكي فبالتالي راح يروح على اول كاتش، طبعا ممكن يكون اكثر من كاتش للتراي، فبالتالي الان بيقارن الاوبجكت اللي نشا شو معناه من نوع اندكس اوت اوف رينج، والكاتش الباراميتر تاعها من نوع اندكس اوت اوف رينج، معناها تمام معناها هاي الكاتش هي عباره عن الهاندلر او الاكسبشن هاندلر او معالج الاكسبشن تاع الاندكس اوت اوف رينج. اوكي وبالتالي الان راح يتمرر الاوبجكت تاعي هذا اللي نشا من هذا الايرور على الاي. راح يجي لهون system.console.write_line_e.message، الان راح يطبع لي المسج تبعت الاي. اذا طبعا الاي كامل بصير كمان، يعني المسج مع اللاينز اللي صارت في هاي الاخطاء، وبالتالي الاوبجكت اي فيه كثير انفورميشن ممكن نطبعها احنا. طيب الان بعد ما يطبع الاي مسج وين بروح الان يا شباب؟ اوكي الان رايح بعد ما يخلص يكمل تنفيذ، يعني ما مش انه خلاص البرنامج راح يوقف ويصير فيه مشكله، لا بالعكس بده يكمل تنفيذ. فبطلع من الكاتشز اوكي من التراي كاتش بعد ما ينفذ الكاتش هاي وبكمل تنفيذ، وبالتالي البرنامج راح يضل شغال بدون اي مشاكل، بس عالج لي مشكله الاكسبشن اللي صارت عبر طباعه المسج ما في مشكله. لان طلع هون system.write_line_c راح يطبع لي سي ويكمل، راح يلاقي نهايه المين وبالتالي بكون البرنامج انتهى عندنا. فبالتالي لو عملنا الان انتر لاحظوا اجا صار هون الاكسبشن، فالكاتش هاي التقطه وبالتالي هذا هو الهاندلر تاعي. الان اي دوت مسج معناها الاوبجكت اللي نشا اللي انبعث على الاي راح يطبع لي المسج تاعيتي، راح تكون اندكس واز اوت ذا باوندز اوف اري، هاي عباره عن المسج تاعيتنا تبعت هذا الاكسبشن طبعا. اوكي بعدينك بعد هيك راح يطلع ويكمل ايش بعد الكاتشز او بعدها التراي كاتش، فراح يطبع سي وبعدينك راح ينتهي البرنامج. وبالتالي شباب برنامجنا انتهى بشكل طبيعي بدون اي مشاكل. وبالتالي هذا الفرق لما يكون انت عامل هاندلر او بدون ما تكون عامل هاندلر. اوكي يا شباب الان التراي شباب ممكن يكون لها اكثر من كاتش، فبتلاحظوا زي المثال الموجود امامنا التراي تاعتي لها تو كاتشز، كاتش بتلتقط الاوت اوف ميموري اكسبشن وكاتش بتلتقط الاندكس اوت اوف رينج اكسبشن، وبالتالي ممكن يكون التراي لها اكثر من كاتش. لان فعليا بتنفذ جزء التراي، اذا للجزء التراي ما فيش اي مشكله مباشره راح يقفز بعد جزء التراي ويكمل تنفيذ البرنامج تاعنا. اوكي او بفوت على التراي اذا صار اكسبشن معين، فالان بروح الان يدور بالكاتشز المناسبه اللي عملت لي هذا الاكسبشن، بفحصن واحده واحده، اول واحده بتتحقق من هاي الاكسبشن راح ينفذها وبعدين يعمل جمب عن باقي الاكسبشن ويكمل تنفيذ. يعني ممكن هنا يكون ينفذ بالتراي، فافرضوا صار اوت اوف ميموري اكسبشن من هاي مثلا، رحنا عملنا نيو انتجر اوف 100 صار اوت اوف ميموري، ما قدر يحجز هاي المساحه، فمباشر راح يصير اكسبشن، فبالتالي الان راح يروح على الكاتشز المناسبه، فالان الاكسبشن اللي صار هل هو اوت اوف ميموري اكسبشن؟ إذا نعم معناته رايح يروح ينفذ هذا الكود، وبعد ما ينفذ هذا الكود بيطلع بريت ايش؟ كل الكاتشز اللي ظلن اوكي وبيكمل تنفيذ. تمام وبالتالي شباب ممكن التراي يكون لها كاتش واحدة أو أكثر. وبالتالي شباب لو قلت لكم نفذوا لي هذا البروسيس على اعتبار إنه بعثنا الإندكس مثلا بعثنا 11. تمام
الان راح يتنفذ هذا الميثود، الان راح نفوت جواته، فمباشره لقينا تراي كاتش بلوك، تراي كاتش كاش، ممتاز. الان راح يفوت الان على البادي تاع التراي راح ينفذه. تمام، انتجر داتا ايكوال نيو انتجر اوف 10، راح تحجز لي اري مكونه يا شباب من 10 عناصر. اول عنصر الاندكس تاعه اوف 0، اوكي، واخر عنصر الاندكس تاعه اوف 9. هاي اللي هي داتا. تمام، الان اجى هون داتا اوف اندكس داتا اوف 11 ايكوال 17. الان راح نخزن 17 بالداتا اوف 11، ما في داتا اوف 11، وبالتالي هذا الاندكس هو اوت اوف رينج، لانه الرينج تاعنا من 0 لوين؟ ل 9. مباشره الان راح يصير اكسبشن، فبالتالي راح ينشئ الان اوبجكت من نوع اندكس اوت اوف رينج اكسبشن. تمام، اوكي، الان مباشره راح الان يروح على الكاتشز تاعات مين؟ على تاعات هاي التراي. فالان راح يروح على الكاتشز واحده واحده، طبعا راح يعمل جمب عن هذا الجزء من الكود. تمام، فراح الان يروح على الكاتشز المناسبه. الان هل الاكسبشن هو اوت اوف ميموري اكسبشن؟ لا، فبروح على الكاتش الثاني. هل الاكسبشن اللي صار هو اندكس اوت اوف رينج اكسبشن؟ نعم، وبالتالي الان الاوبجكت اللي نشا راح ينبعث وين؟ على الاي. فالان راح بعدينك اذا هاي الكاتش راح تتحقق، فراح يروح ينفذ ايش الكاتش هاي، فبينفذها وبس يخلص. طبعا ايش بيعمل؟ بيطلع من هاي الكاتش وبكمل كود، وبكمل الكود عادي وبخلص الفانكشن، وبالتالي راح يرجع على مكان الاستدعاء. يعني بالتالي لما يصير اكسبشن ولا بصير اي مشكله. اوكي، يعني راح لما يصير اكسبشن معين راح يتعالج هذا الاكسبشن، لانه احنا كاتبين له ايش الهاندلر تاعه. اوكي يا شباب، الان يا شباب كيف بيتم تحديد وين مكان الهاندلر اللي راح ينفذه؟ اوكي، فعليا يا شباب لما يصير اكسبشن راح يدور السي شارب، راح يروح يدور على الكاتش المناسبه داخل الفانكشن نفسه، اوكي، او داخل بلوك اللي هو تراي كاتش. اذا ما لقى راح يروح يدور بالفانكشن او الميثود اللي استدعى هذا الميثود اللي صار فيه اكسبشن. اذا ما لقى بيروح بيدور باللي قبليه، اوكي، وبيظلوا هيك لحديت ما يلاقي ايش الكاتش المناسبه. طيب اذا ما لقى بالمره، اوكي، شو راح يعمل؟ راح يعطيني اكسبشن، وراح يعطيني الايرور مسج، وراح يوقف البرنامج، اوكي، راح يصير له كراش. اما اذا لقى راح ينفذ هذا الاكسبشن، ومباشره شو راح يعمل يا شباب؟ راح يكمل من عند ايش؟ من عند هذا الميثود اللي لقى فيه هاي الكاتش اللي التقطت هذا الاكسبشن. تمام، طيب يا شباب خلينا نشوف الان مثال. افرضوا انا عندي مين void main، ماشي، هذا الفانكشن مين استدعى لي ميثود اسمه 1، ممتاز. الان يا شباب لما ننفذ البرنامج تاعنا راح يبدا تنفيذ البرنامج من وين؟ من عند المين. فراح يجي اول جمله اللي هي ال1، فالان راح يروح يستدعي الميثود 1. هي راح يستدعي الميثود 1، اول ما يفوت على الميثود 1 لقى فيه تراي كاتش بلوك، فمباشره راح يفوت على جزء التراي. الان لقى ميثود اسمه 2، فبالتالي الان راح يستدعي الان هذا الميثود اللي اسمه 2، فبالتالي الان راح نستدعي 2. فتنا على 2 وانه في تراي كاتش بلوك، فبالتالي راح نفوت على التراي تاعيته، لقينا في 3، وبالتالي هي راح تستدعي الميثود اللي هي اسمه 3، ممتاز، فراح يروح على ال 3. الان يجينا على الميثود اللي اسمه 3، فتنا بداخله، ماشي، عرف كيو، كيو ايكوال ديفايد 3 على 0، مباشره هاي راح تروح تستدعي لي الفانكشن اللي كتبناه يا شباب، هذا بدايه السلايدات، وبالتالي شو راح يبعث له؟ 3 وايش؟ وصفر. فمباشره بفوت لجوا، هل الدي ايكوال 0؟ نعم. مباشره راح تعمل ثرو نيو ديفيجن اكسبشن ديفايد باي 0، مباشره هاي يا شباب شو راح تعمل؟ راح تعمل اكسبشن. تمام، طيب لاحظوا ثرو نيو ديفيجن باي 0، وبالتالي الثرو بتنشئ اوبجكت من نوع ديفيجن باي 0. الان مباشره راح ينشئ اوبجكت من نوع ديفيجن باي 0، راح تكون المسج تاعيته ديفايد باي 0. تمام، اوكي، ومباشره يا شباب لما ينشئ الان الثرو شو بتعمل لي؟ بتعمل لي اكسبشن. الان كيف بتعالج الاكسبشن؟ راح نروح تدور على الهاندلر تاعه. هل في هاندلر موجود بهذا الميثود؟ لا، وبالتالي راح نروح الان نرجع وين؟ على الثري، الميثود اللي استدعى الديفايد. بنطلع على الميثود 3 اللي استدعى الديفايد، هل في تراي كاتش، او هل في كاتش مناسبه او هاندلر
تعالج لي الديفيجن باي زيرو اكسبشن؟ لا. وبالتالي هسه الان راح نرجع على ميثود مين؟ على ميثود 2 اللي استدعى لي ل 3. فبالتالي الان راح نرجع على وين؟ على ميثود 2. لانه بنطلع على ميثود 2 هل في هاندلر بيعالج ديفيجن باي زيرو؟ بنطلع على الكاتش تاعيته وانها الكاتش في كاتش واحده هي انبوت اوتبوت اكسبشن، وبالتالي هاي ما بتتفق مع ديفيجن باي زيرو اكسبشن. وبالتالي هسه وين بدنا نرجع؟ على المكان اللي استدعته. مين اللي استدعته؟ اللي هو الون. تمام. الان داخل بلوك تراي وكاتش، الان بندور على الكاتش المناسبه. هل الكاتش المناسبه الكاتش الموجوده هل هي مناسبه للاكسبشن اللي صار؟ نعم. وبالتالي بهاي الحاله هاي الكاتش الان هي اللي راح تكون الهاندلر لمين؟ للاكسبشن اللي صار. يعني لاحظوا صار الاكسبشن هون، رجعنا لهون، بعدينك ما في هاندلر، رجعنا لهون، في تراي وكاتش، فهي الكاتش مش مناسبه، معناها ما في هاندلر، رجعنا لهون للي استدعى ال 3 اللي هي للي استدعى 3 لل 2، فبنرجع للاستدعاء ال 2 موجوده بالتراي وكاتش بلوك، فبنروح على الكاتشز بنقارنهم، فلقينا كاتش مناسبه، معناته هذا الهاندلر اللي رايح يتنفذ. الان الاوبجكت هذا اللي نشا هنا راح الان يتمرر وين؟ على الاي، وراح يكون في معلومات رقم السطر وكل شيء. وبالتالي بعد ما يتنفذ هذا الهاندلر ممكن احنا فقط نطبع المسج او نطبع الاي اوكي، او نطبع اي انفورميشن تابعه لهذا الاكسبشن اوكي. بس يخلص العاده شباب وين بروح؟ بس ينفذ هاي الكاتش، بس ينفذ هاي الكاتش بيطلع من التراي كاتش بلوك، فبطلع لهون راح يلاقي نهايه المين؟ نهايه ال1. وبالتالي مين اللي استدعى ال1؟ المين. فبالتالي بده يرجع على المين، فبده يرجع ويكمل تنفيذ، فبيكمل تنفيذ شباب بشكل طبيعي اوكي. وبالتالي شباب هاي هي الطريقه اللي فعليا ايش اللي عندنا يا شباب فعليا بتصير لما يصير عندنا اي اكسبشن. فببلش يدور يا شباب على شو؟ على الهاندلر المناسب. طبعا وين بدور على الهاندلر؟ بالكاتشز تاعات التراي اللي موجود فيها مين؟ استدعاء الفانكشن تاعنا اوكي. يعني بالتراي اللي موجود فيها استدعاء الفانكشنز تاعتنا. تمام اوكي شباب. الان يا شباب عمليه الكاتش للبيس كلاس هاي برضه بتعمل كاتش لمين؟ للاول ديرايف كلاس. وبالتالي لو انا في عندي البيس كلاس انبوت اوتبوت اكسبشن، البيس كلاس من البيس كلاس تاعت الفايند نوت فاوند اكسبشن وكمان الاند اوف ستريم اكسبشن. الان اي اكسبشن من هذول النوعين الانبوت اوتبوت ستريم تقدر ايش؟ تلتقطهم. وبالتالي بالمثال اللي امامنا اي ايرور بصير او اي اكسبشن بصير من نوع end of stream exception او file out not found exception راح تلتقطوا هاي الكاتش. ليش؟ لانه اكيد كل end of stream exception وكل file not found exception هو input output exception، وبالتالي هاي الكاتش يا شباب راح تلتقط اي error او اي exception من نوع input output exception او من اي من نوع الايش؟ ال all derived class، زي عندنا هون مثلا end of stream exception او file not found exception. اوكي. وبالتالي شباب بدنا ننتبه لما نكتب الكاتشز ضمن اللي هو الكاتشز تاعاتنا، بدنا ننتبه لترتيبهم. اوكي؟ وبالتالي لازم اذا بدنا نحط كاتش، لازم كاتش معينه او كاتش خاصه مثلا، لازم ننتبه انها تكون تاعت الديرايف قبل تاعت البيس، لانه اذا التقطها تاعت البيس مش راح تروح على الديرايف. اوكي. وبالتالي مثلا عندنا زي هنا احنا بنعرف انه الفاين نوت فاوند اكسبشن البيس تاعها انبوت اوتبوت اكسبشن، وبالتالي لما نكتبه بالتراي كاش راح نكتب تراي، نكتب الكاش تبعت الديرايفد، وبعدين الكاش تبعت مين؟ البيس. لانه لو كتبنا هاي الكاش تاعت البيس فوق الكاش تاعت الديرايف ولا عمره بروح على هاي الكاش. اوكي. وبالتالي اذا صار عندنا مثلا داخل التراي هاي فاين نوت فاوند اكسبشن مباشرة راح يصير يدور بالكاتشز، بيدور فيهن واحدة واحدة، فبالتالي راح يقارن الآن هل الـ الاكسبشن اللي صار هو فاين نوت فاوند اكسبشن؟ إذا نعم برده ينفذه، وبس ينفذه ويخلص شو بده يعمل؟ بده يطلع برية التراي كاتش بلوك. إذا لا طبعا أكيد راح يروح على الكاتش الثاني. وبالتالي شباب هاي بالنسبة له إذا كان عندنا درايف، إذا كان عندي كاتش تحتوي على derived class
اوكي، وكاتش تحتوي على اكسبشن من البيسك كلاس. اوكي، اما اذا كانت الكاتش تاعيتي بتحتوي على اوبجكت او على اكسبشن من نوع اكسبشن، هاي فعليا يا شباب راح تلتقط اني اكسبشن. اوكي، لان هاي بتعرفوا هاي عباره عن البيسك كلاس لكل الاكسبشن كلاس، وبالتالي اذا حطيتوا كاتش وكتبتوا فيها هذا اوبجكت من نوع اكسبشن، او الباراميتر تاع هاي الكاتش هذا باراميتر من نوع اكسبشن، معناته هاي الكاتش بتلتقط يا شباب اني اكسبشن، وبالتالي ليش؟ لان هي البيسك كلاس لكل الاكسبشنز، لكل الاكسبشن كلاسز. اوكي شباب، لان الشباب ممكن تواجهنا مشكله، وهاي المشكله هي عباره عن مشكله حجز الريسورسز. كيف يعني حجز الريسورسز؟ لان زي ما بتعرفوا الشباب انه اي برنامج بيحجز ريسورس معين، مثلا محجز ملف مثلا بده يقرا منه او يكتب عليه، بالاخير لازم يعمل له كلوز مشان ايش؟ ينفك هذا الحجز. اوكي، لكن الان اذا صارت عندنا اكسبشن، احنا حجزنا ريسورس او فتحنا ملف معين وصار عندي اكسبشن، وبالتالي ما قدرنا نصل للكلوز تاعت هذا الريسورس، فبالتالي الملف راح يظل محجوز لمين؟ لبرنامجنا. وبالتالي بهاي الحاله راح تصير عندنا مشكله، لانه الملف راح يظل اوكي محجوز للبرنامج تاعنا، وبالتالي ما حدا راح يقدر يقرا عليه او يقدر يغير منه لاحقا. اوكي، وبالتالي كيف هاي المشكله ممكن تصير، ولابد نشوف كيف بدنا نحلها. طيب يا شباب اطلعوا على المثال اللي امامنا، شوفوا هذا الفانكشن اللي اسمه بروسيس، شو بعمل؟ فايل ستريم داتا ايكوال نيو فايل ستريم فايل دوت دات فايل مود كرييت. هاي يا شباب راح يروح ينشئ لي ملف اسمه فايل دوت دوت دات، راح يعمل لي كرييت له، ماشي الحال. طيب وبتعرفوا انتم هذا الملف اللي بدي اتعامل معه واللي بدي اكتب عليه هنا، اوكي، لازم دائما يا شباب نعمل له كلوز، فبالتالي اخر جمله احنا بنشوف نكتب له داتا دوت كلوز. طيب بهاي الحاله، طيب بهاي الحاله شو راح يصير يا شباب اذا صار اكسبشن بالوسط؟ يعني انا اجيت فتحت الملف فايل ستريم داتا ايكوال نيو فايل ستريم، بعدين اجيت قلت له داتا دوت رايت بايت مثلا 10 بالهكسة، وبالتالي هاي الجمله اللي هو رايت بايت راح تكتب لي على على الملف اللي هو داتا، اوكي، راح تكتب لي 10 بالهكسة. طيب افرض الان صار اكسبشن، الان مباشره لما يصير اكسبشن اوكي راح يروح يدور على الهاندلر تاعه، وبالتالي ما في هون تراي كاتش، معناها راح يروح يدور على هاندلر بالميثود اللي استدعى البروسيس، ومستحيل يرجع لهذا الجزء، وبالتالي هذا الجزء مش راح يتنفذ، وبالتالي بهاي الحاله مش راح نعمل كلوز للملف تاعنا. طب اذا ما عملنا الكلوز راح نظلنا ايش احنا؟ حاجزين هذا الريسورس، وبالتالي ما مش راح وبالتالي مش راحين نطلق سراح هذا الريسورس، وبالتالي هاي هنا بتصير عندنا المشكله. اوكي يا شباب، الحل تبعنا كثير سهل، وهو انه بنحط كودنا داخل تراي وكاتش. لكن كمان يا شباب السي شارب وفرت لنا الفاينلي بلوك، يعني كالتالي تراي كاش 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 قد ما بدنا واحده او اكثر، وبالاخير الفاينل بلوك. هذا الفاينل بلوك يا شباب دائما راح يتنفذ، دائما يعني راح يتنفذ، سواء تنفذت التراي لحالها راح تتنفذ وراها الفاينلي، او سواء تنفذت التراي صار فيها اكسبشن راحت على الكاتش المناسبه، بعد ما تخلص الكاتش المناسبه برضه راح تروح كمان على الفاينلي. فالفاينلي البلوك اولويز اكسكيوتد سواء صار اكسبشن او ما صار. طيب وبالتالي داخل التراي بلوك شو بعمل؟ بعمل النيو فايل ستريم تاعي وبكتب الداتا دوت رايت، بكتب اللي هو النورمال كود. الان بحط الكاتشز اذا بدي، اوكي، وبالاخير شو بحط يا شباب؟ اللي هو جزء الفاينلي. طبعا اوكي جزء الفاينلي اكيد راح يكون استدعاء الكلوز تبعت مين؟ الداتا. بس اكيد الداتا بما انها داخل يعني لازم تكون معرفه فوق الجميع، ماشي؟ يعني اذا عرفته هون فايل ستريم داتا يكون نو فايل ستريم، الفاينلي مش راح يشوف، لان هذول بلوكين مالهن مختلفات، اوكي، ما بيشوفن بعض، وبالتالي لازم اعرف الفايل ستريم داتا فوق التراي بلوك. تمام. الان شو راح يصير يا شباب؟ راح يصير كالتالي، فايل ستريم داتا راح ينفذها، بعدين بيجي تراي، اذا راح يفوت الان بالتراي، الان راح يعمل هاي الجمله، راح يعمل رايت، افرض عملت رايت صح ما في مشكله، راح ينفذ كل الجمل لحديت وين؟ لحديت اخر التراي. بعد التراي شو راح يروح؟ راح ينفذ جزء مين؟ الفاينلي يا شباب.
فبالتالي راح ينفذ جزء الفاينلي برضه، فراح يفوت عليه ويعمل داتا دوت كلوز، وبعد ما يخلص الفاينلي بيطلع بريت الفاينلي، فراح يلاقي نهايه البروسيس. وبالتالي هذا تنفيذ البروسيس تاعيتنا او ميثود البروسيس، هذا اذا طبعا ما صار اي اكسبشن. اوكي شباب، خلينا نشوف سيناريو ثاني في اكسبشن. لا نفرض استدعينا الميثود البروسيس، راح يجي هون فايل ستريم داتا ايكوال نل، ماشي الحال، بده يلاقي هذا راح يعملها. اجى لقى تراي فاتون داتا ايكوال نيو داتا، راح ينشئ لي اوبجكت من نوع فايل ستريم اسمه داتا. بعدينك اجى هون داتا دوت رايت، افرضوا هاي عملت اكسبشن، مباشره راح يروح الان اوكي يدور على الكاتش المناسبه. لان هنا في كاتش؟ لا، ولا في كاتش ولا شيء. فبهي الحاله شو راح يعمل؟ راح يروح يدور عليها باللي استدعى البروسيس. بس قبل ما يروح عليها شو بينفذ؟ بينفذ جزء الفاينلي. فبالتالي جزء الفاينلي راح يعمل كلوز لهذا الريسورس. بعدينك الان وين بيرجع؟ بيرجع يدور على مين؟ يدور على الكاتش المناسبه او على الهاندلر تاع هذا الايرور اللي صار عندنا هنا. وين بيروح بيدور عليه؟ باللي استدعى هذا البروسيس. وبالتالي سواء صار اكسبشن بهذا الجزء او ما صار اكسبشن، راح يتنفذ جزء الفاينلي وراح ينعمل كلوز وريليز، يعني راح ينطلق صراع وينفك صراع اللي هو الريسورس هذا اللي هو داتا. اوكي اوكي شباب، الان زي ما لاحظتوا في عندنا اكسبشن جاهزات. لان السؤال تاعي هل انا بقدر اعمل وابني انا اكسبشن خاص بي بحيث انه لما يصير مثل هذا الايرور يصير عندنا اكسبشن؟ الجواب نعم. اذا يا شباب بنقدر احنا نعمل ايش؟ اكسبشن، وهذول بنسميه اللي هو عباره عن كاستم اكسبشن. وبالتالي مثلا ممكن انا على سبيل المثال، شلون لما نقسم على صفر بصير اكسبشن؟ اوكي، شلون لما نعمل اندكس اوت اوف رينج بصير اكسبشن؟ ممكن انا اعمل اكسبشن انه مثلا لما واحد يدخل حساب بنكي غلط، مثلا بده يعمل سحب من رصيد ويدخل حساب بنكي غلط يصير اكسبشن. طبعا شو يعني يصير اكسبشن؟ يعني يعالج بنفس ايش؟ بنفس طريقه الاكسبشن، يعني يروح على التراي والكا، يروح يشوف الكاتشز المناسبه اوكي، وبنفس الطريقه يتعالج. وبالتالي بهاي الحاله ممكن احنا نعمل اكسبشن خاص فينا. فمثلا عندنا راح نبني الان مثلا اكسبشن اسمه باد اكاونت اكسبشن. اوكي، هذا الاكسبشن بصير مثلا لما الواحد يدخل حساب بنكي خاطئ. اوكي، وبالتالي راح يتعالج وينحل مشكلته، وراح نصير نكتب له تراي وكاتش بلوك مشان تنحل مشكله هذا الاكسبشن. تمام، بس شو شرط هذا لما نكتب احنا اكسبشن او نعمل احنا كاستم اكسبشن؟ لازم نعمل له ديرايف من الابلكيشن اكسبشن اكيد، يعني لازم نشتقه من الابلكيشن اكسبشن. هاي نقطه كثير مهمه، ولازم الاسم تاعنا ايش؟ ينتهي بكلمه اكسبشن. تمام، يعني هذولا شرطين تاعتنا. اوكي شباب، الان خلينا نكتب الباد اكاونت اكسبشن، خلينا نكتب هاي الكلاس. اوكي، فكتبنا الان راح نكتب كلاس اسمها باد اكاونت اكسبشن. اوكي، لازم ننهيها بكلمه اكسبشن. الان راح نورث لها ايش؟ الابلكيشن اكسبشن، فبنحط نقطتين فوق بعض ابلكيشن اكسبشن. اوكي، الان بنحط الكستم داتا، وبالتالي مثلا ممكن هون احط بابليك انتجر اي دي، وهذا الاي دي يا شباب بيمثل اللي هو عباره عن رقم الحساب الخاطئ، وبالتالي هون هذا الرقم هو اللي راح يمثل لي ايش؟ رقم الحساب الخاطئ. تمام، فبالتالي راح اعرفه بفيلد، وهنا اقول انتجر اي دي، وطبعا راح نعمله بهاي الحاله بابليك. طيب الان راح نكتب الكونستركتر للكلاس تبعيتنا، فبالتالي راح نكتب public bad account exception، طبعا راح تكون تحتوي على المسج تاعيتي والاي دي. فالان الاي دي تاعيتي هاي اللي بتيجيني راح اخزنها بالفيلد visit.id، وراح اودي المسج يا شباب لمين؟ للمسج الرئيسيه اللي بتيجيني من الابلكيشن اكسبشن. وبالتالي معناها راح نستدعي البيس كونستركتر. فكيف بنستدعيه؟ بقول له نقطتين فوق بعض بيس، وبنودي له ايش؟ هاي المسج. تمام، وبالتالي الان هاي الكلاس تاعتنا هي باد اكاونت اكسبشن. اذا زي ما انتم شايفين تحتوي زي ما حكينا على اول شيء لازم اورث لها الابلكيشن اكسبشن، وبتحتوي على كاستم داتا هاي بتمثل لي الديسكرايب الايرور تاعي، وكمان لما نكتب الكونستركتر تاعنا لازم نبعث المسج اوكي كسترينج للبيس كلاس اللي هو هاي الابلكيشن اكسبشن، وايش راح نخزن الاي دي تاعنا هذا بالفيلد اللي هو الاي دي اللي بيمثل لي ديسكرايب للايرور. اوكي اوكي الان يا شباب خلينا نشوف كيف بدنا نعمل ثروينج لكاستم اكسبشن.
الان عندنا كلاس هنا اسمها بانك، اكيد فيها ميثود اسمه ويذدرو. هذا الويذدرو شو بيعمل؟ بروح بسحب مبلغ من المال اللي هو الاماونت، اوكي، من الحساب البنكي اللي الاي دي تاعه اوكي بموجود بالبراميتر الثاني. تمام، اذا هذا راح يسحب من الحساب البنكي اللي الاي دي محدد بالبراميتر الاول، وراح يسحب كميه المصاري حسب الاماونت. طيب بس اكيد قبل ما نعمل اللي هي ويذدرو او سحب لازم نتاكد انه الحساب البنكي هذا ايش صحيح. وبالتالي اذا الحساب البنكي صحيح شو لازم نعمل؟ نعمل عمليه السحب. طب اذا الحساب البنكي هذا مش ضمن الحسابات البنكيه الفاليد، معناها راح نعمل الان اكسبشن. اوكي طيب كيف راح نعمله؟ كالتالي. الان اكيد 100% راح نعمل جمله اف ستيتمنت، بتروح بتتاكد لي وبتشوف لي اذا الاي دي تاعنا هذا اللي احنا باعثينه للويذدرو الى اذا كان ضمن ايش كونتينز، هذا ميثود موجود تابع للاكونتس. اوكي هاي عباره عن داتا ستراكشر موجوده عندنا، اوكي لستة. فبالتالي الكونتينز هذا ميثود بروح بدور بلستة ايش الاكونتات اللي اوكي الاكونتات الصحيحه تاعت مين؟ تاعت البنك تاعنا. طبعا هذا راح يكون ايش فيلد اكيد. تمام، فبالتالي راح نروح ندور على الاي دي ضمن الاكونت. اوكي الان اذا مش موجود معناته شو راح نعمل؟ الثرو للنيو باد اكونت اكسبشن، وبالتالي الان راح نعمل الثرو لهذا الاكسبشن اللي هو من نوع باد اكونت اكسبشن اللي هو هذا الشباب اللي عملناه هون بهاي الكلاس. تمام، وبالتالي هذا اوبجكت نيو باد اكونت، فلازم نبعث على الكونستركتر تاعه اللي هو المسج، ولازم نبعث الاي دي، فالمسج اللي راح نبعثه اللي هو الانفاليد اكونت، والاي دي اللي هو راح نبعثه اللي هو الاي دي اللي عمل لي ايش هذا الاكسبشن. تمام، فمجرد انه الاي دي مش ضمن الحسابات البنكيه الصحيحه راح يعمل ثرو للاكسبشن. طيب وما انه راح يعمل ثرو شو راح يعمل بهاي الحاله يا شباب؟ اكيد راح يروح يدور على الايش راح يروح يدور على الهاندلر تاع هذا مين؟ تاع هذا الاكسبشن، فببلش يدور على الكاتشز اللي هي اللي بتحقق هذا الاكسبشن، فاكيد راح يدور على الكاتش، يعني يعالج يا شباب الاكسبشن هذا اللي هو الباد اكونت اكسبشن، يعالج بالضبط كمين؟ كالايش؟ كالاكسبشنز يا شباب اللي هن البيلد ان او اللي هن اوريدي موجودات عندنا بالسيستم، نفس الطريقه يعالج. اوكي، الان اذا الثرو شو قلنا بتعمل لي يا شباب؟ راح تعمل لي اوبجكت من نوع باد اكونت اكسبشن، اوكي راح تبعث لي هاي الانفاليد اكونت على المسج تاعيته على هون على المسج، وبالتالي راح تنبعث على المسج تاعت البيسك كلاس تاعت الابلكيشن اكسبشن. تمام، والاي دي تاعتنا هاي راح وين تنبعث يا شباب؟ راح تنبعث على الاي دي تبعت الكونستركتور، وراح تتخزن بالفيلد تاع الاي دي تاع الباد اكونت اللي هذا بيوصف لي فعليا الايرور اللي هو اجى من هذا الحساب البنكي. تمام اوكي، والان بعد ما انشانا هذا الاوبجكت الان شو راح نعمل؟ راح نروح ندور على الهاندلر، فراح نروح ندور على الهاندلر وراح ندور على الكاتش المناسبه. فالان اذا مش موجود الهاندلر بالويذدرو راح يروح يدور عليه وين؟ باللي استدعى الويذدرو. اذا مش موجود باللي استدعى الويذدرو اللي استدعى الويذدرو هيك بدور عليه. طب اذا ما لقى بالمره طبعا شو راح يعمل؟ راح يعمل اكسبشن، راح يوقف البرنامج، وراح ايش يا شباب يعني اذا ما لقى الهاندلر اللي بده يعالج هذا الاكسبشن، يعني بتصرف كتصرف الاكسبشن اللي حكينا عنه سابقا، يعني زي الديفايد باي زيرو نفس مبداه او الاندكس اوت اوف رينج. اوكي طيب، اما اذا الحساب البنكي تاع كان موجود اوكي فراح يعمل جمب لهون، وهنا راح يعمل ايش الويذدرو، فراح البالانس يطرح منه كميه الاماونت المطلوبه. وبالتالي يا شباب هذا هو عبارة عن functional withdraw بهاي الحالة، هيك راح يكون شكله. اوكي يا شباب الان خلينا نشوف كيف نعمل catching للكاستم اكسبشن، نفس مبدأ ايش الكاتشنج للاكسبشن اللي هن البيلد ان الموجودات اوريدي. طيب خلينا نشوف الان، افرضوا في عندي function اسمه سيف بيستقبل لي بانك اكونت. تمام، فالان شو بدنا نعمل؟ withdraw منه. فالان باجي بحط الكود تاعي بتراي وكاتش، فالان بنكتب تراي وكاتش، ضمن الكاتش او واحده من الكاتشز اللي هي عباره عن باد اكونت اكسبشن، يعني البراميتر تاعها باد اكونت اكسبشن، وبالتالي هاي راح تلتقط لي ايش؟ باد اكونت اكسبشن. تمام، الان شو راح يصير عندنا هون يا شباب؟ الان اول ما نفوت على هذا السيف راح نشوف تراي كاتش بلوك، فبنفوت الان وين؟ على جزء مين؟ على جزء للتراي.
اوكي فلان بي وذ درو 1 2 3 4 1000 تمام. الان شو راح يصير؟ راح نروح على الميثود اللي وذ درو تبع الايش البنك اكاونت اللي هو هذا، راح نبعث 1 2 3 4 تمام، وراح نبعث على الاماونت 1000 مباشره. راح يجي الان يفوتونا الكود، هل not account that contains id، طبعا هالاكونت هو عباره عن لسته ماشي فيها كل الحسابات، الكونتينز ميثود بيلد ان موجود تابع لهاي الليست. راح يدور يا شباب على الاي دي، وين داخل على الاي دي هذا اللي هو البارامتر تاعنا، راح يدور فيه داخل اللي هو الاكونت ليست. الان هل الواحد اثنين ثلاثة هاي موجودة ضمن الاكونتس؟ افرضوا انها مش موجودة، افرضوا انها مش موجودة، وبالتالي شو راح يرجع لي هذا الشباب؟ راح يرجع لي فولس. الان نط الفولس ترو معناها الاف ستيتمنت راح تتحقق مباشره، راح يجي هون ثرو نيو باد اكونت اكسبشن، مباشره راح تنشئ الاوبجكت من نوع باد اكونت اكسبشن، راح تبعث له المسج اللي هو انفاليد اي دي انفاليد اكونت، وراح يبعث له اللي هو الاي دي اللي هي 1 2 3 4، فراح يتشكل هذا الاوبجكت. الان مباشره لما يتشكل هذا الاوبجكت الان للثرو راح تعمل اكسبشن. الان مباشره راح الان نروح ندور على الهاندلر تاع هذا الاكسبشن. هل موجود هون بالويذدرو؟ لا، معناه راح يروح على الاستدعاء الويذدرو. مين الاستدعاء الويذدرو؟ اللي هون. تمام، هل في هون الكاتش المناسبه؟ تعال نشوف، راح ندور عليها، راح نشوف الهاندلر تاعها يعني، راح نروح عليها. فانا نشوف هاي الكاتش، طبعا هاي احنا موجودين جوات التراي فبندور بالكاتش تاعت هاي التراي. اوكي في كاتش واحده، هل تتطابق؟ نعم، الاكسبشن اللي صار باد اكونت اكسبشن، وهاي الكاتش باد اكونت اكسبشن، معناها متطابقات. مباشره الان هذا الاوبجكت راح ينبعث على الاي، فالاي بده يصير ياشر على هذا الاوبجكت. تمام، الان هنا انتجر اي ايكوال اي دوت اي دي، فالاي تاعي راح تكون الاي دي تاعيته اللي هو قديش راح تكون 1 2 3 4، فراح يتخزن بالاي 1 2 3 4. string as equal e.message، فراح تتخزن invalid account داخل الاس. الان ممكن هون احنا نطبعهم مثلا. تمام، بعد هيك شو راح يصير؟ راح يخلص الكاتش تاعيته ويكمل تنفيذ، وبالتالي راح بعد هيك السيف يخلص وراح يروح البرنامج يكمل تنفيذ بشكل طبيعي، لكن ايش هذا الحساب ما زبط وبالتالي ما عملنا ايش withdraw. اوكي، وبالتالي شباب بهاي الحاله بيكون احنا فعليا كتبنا اللي هو كاستم اكسبشن، وهذا الكاستم اكسبشن هو من نوع باد اكونت اكسبشن، وبالتالي اذا عملنا سحب من حساب بنكي غير موجود ضمن البنك، وبالتالي شو راح يعطيني؟ اكسبشن بهاي الحاله. بس لاحظوا برنامجنا عالج الاكسبشن بنفس الطريقه اللي بيعالج فيها الاكسبشنز، يعني كل الاكسبشن بيعالجني شباب بنفس الطريقه، سواء اكسبشن عادي مكتوب اوريدي اوكي، او سواء احنا عملنا، او سواء كان كاستم ايش اكسبشن. اوكي شباب، اما اذا كان عندي الاكونت 1 2 3 4 موجود، فبالتالي لما الان عملنا withdraw يا شباب راح يجي هون على withdraw بعث لي 1 2 3 4 الاي دي، وعلى الاماونت بعث لي 1000. فاجا هل الاي دي مش موجود ضمن الحسابات البنكيه؟ افرضوا قلنا طلع ايش؟ ترو، لا موجود، الكونتين موجود، فنطلع ترو فورس، فالان راح يطلع لوين؟ لهاي، يعني مش راح يروح على الثرو، وبالتالي يعني الحساب البنكي موجود، ما في اي مشكله. الان بهذا الجزء اكيد راح يعمل ايش؟ ويذدرو السحب، يعني راح ينقص البالانس تاع هذا الاكونت، راح ينقصه بمقدار مين؟ بمقدار الاماونت، وبهيك راح يكمل، راح يخلص الفانكشن تاعنا اللي هي اسمه ويذدرو. لما يخلص الويذدرو راح يرجع بشكل طبيعي ل مكان استدعائه ويكمل. طبعا بكون هيك خلص جزء التراي، فراح يقفز عنه اكيد، وبالتالي بكون هيك خلص السيف، وبالتالي راح تتم عمليه السحب بشكل طبيعي لو كان ال 1 2 3 4 ضمن الحسابات البنكيه. اوكي، وبالتالي يا شباب بكون احنا خلصنا هذا الشابتر الاكسبشن. اوكي يا شباب، ويعطيكم الف عافيه.